رجل ينقل أن رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له: إحنا عندما نذهب إلى المقبرة، أكو في بعض الأحاديث أنه إذا كانت لك حالة فرح فاذهب إلى المقبرة، وإذا كانت لك حالة حزن فاذهب إلى المقبرة، لأنه واحد يذهب ويرى نهاية كل شيء، النهاية اللي إحنا كلنا لازم نتوجه إليها ونسير إليها. فإحنا عندما نذهب إلى المقابر نشعر بحالة رقة في القلب، نشعر بحالة ثانية. هاي الحالة واحد في التعامل اليومي مع الحياة تروح من هذه الحالة حقيقة. قلب يصير قاسي، قلب يصير غافل، قلب غير متوجه إلى الله تعالى. ولكن بعد فترة تروح هذه الحالة، نفقد هذه الحالة. فقال له النبي صلى الله عليه وآله حسب هذه الرواية: لو دامت لكم هذه الحالة لتمكنتم أن تمشوا على الماء كما تمشون على الأرض. إذا هذه الحالة حالة الصفاء وحالة النورانية الباطنية وحالة التوجه إلى الله، الارتفاع عن سفاسف هذه الدنيا، إذا كانت تدوم الله تعالى كان يفيض ويفيض ويفيض، كما كان عيسى ابن مريم يمشي على الماء أنتم أيضا كنتم تمشون على الماء.